أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدنيته أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وأن يستخدمنا ربنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا ربنا جل وعلا في أعمالنا كلها الإخلاص والسداد والتوفيق والرشاد وأن يرزقنا ربنا سبحانه وتعالى طول عمر مع حسن خاتمة إن شاء الله تعالى. وأبدأ في هذه الكلمات التي أستفتحها مع الإخوة والأخوات والتي جعلت عنوانها كم لله من نعم علينا في هذه الأزمة، أزمة كورونا، هذه الأزمة التي ضربت الناس في كل مكان. لكني في البداية أقول كما قال القائل: إلهي أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان. هذا لسان حال كل واحد من الناس تعصف به العواصف أو تدور به الأيام. وما أجمل ما قاله القائل قبل ذلك: أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تعفو فأنت به جدير، أفر إليك منك، وأين إلا إليك يفر منك المستجير. في البداية أيها الإخوة والأخوات، فإني أوجه في بداية هذه الكلمة أقول إن هذه الأيام مرت بحلوها وحلوها، بخيرها وخيرها، ببركاتها وبركاتها، برحماتها ورحماتها، بفيوضاتها وفيوضاتها. فالمؤمن كما علمنا الإسلام يعيش مع الله سبحانه وتعالى في كل أحوال راضيا بقضائه، سلما لقدره، نازلا على ما أراده الله سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فلله الحمد على نعمائه، ولله الحمد على عطائه، ولله الحمد سبحانه وتعالى على كل ما أراد. فنحن مع الله سبحانه وتعالى، هو يختار وهو يريد، ونحن في دنياه كما يشاء مولانا وربنا سبحانه وتعالى. أقول في البداية فإني أوجه كلمة شكر لإخواني وأخواتي، وأعني هنا إخواني أو أخواتي بالعموم، أعني بها الأخوة العامة، لا أعني بها أخوة النسب، إخواتي في النسب شكر صحيح، لكني أتحدث الآن عن الأخوة العامة، الإخوة والأخوات والأبناء والبنات وطلابي وتلاميذي وللمشايخ كذلك. وجه للجميع كلمة شكر، فأقول جزاكم الله كل خير، كل من سأل، كل من تواصل، كل من دعا بجوف ليل أو في سجود، ووالله الذي لا إله غيره، لولا رحمة الله سبحانه وتعالى ولولا دعاء الصالحين في صباح وفي مساء التي غمرني الله سبحانه وتعالى به، أقول لولا إرادة الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك هذه الدعوات التي لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، ربما لم يكن الأمر كما نراه الآن، لكن تلك إرادة الله سبحانه وتعالى في كل حال. شكر لكل من عرفته
ويعني لي علاقة به، دعا لي أو اتصل بي، وأنا في هذه الفترة لم أكن أرد على أحد في الغالب الأعظم إلا منذ يوم أو يومين، كل شكرا لهؤلاء جميعا. أما الذين لا يعرفونني في شرق وفي غرب، في شمال وفي جنوب، لكنهم مع هذا دعوا لي صباح مساء. أقول لهؤلاء جميعا، ربما لا أعرفكم لكن الله جل وعلا يعرفكم، ربما لا أعرفكم بأشخاصكم ولا بأسمائكم ولا ببلدانكم، ربما لم نلتقي في يوم من الأيام، لم تتصافح الأيدي ولم تتلاقى الوجوه، لكن يكفيكم فخرا أن الله جل وعلا يعرفكم. ووالله الذي لا إله غيره، كم كانت هذه الدعوات تنزل علي رحمات من الله سبحانه وتعالى، ورب دعوة عجوز في مكان أنا لا أعرفها لكن الله يعرفها، رب دعوة طفل صغير ربما دعا دعوة لأن أباه قال له ادعو، أو أن أمه قالت له ادعو فدعا فوصلت هذه الدعوات، فشكر الله سبحانه وتعالى للجميع. لكن الشكر قبل هذا كله لله سبحانه وتعالى، شكر لله العلي القادر، شكر لله الذي ابتلى وعفى، شكر لله سبحانه وتعالى الذي صرف البلاء، شكر لله سبحانه وتعالى الذي من برحمات ورحمات ورحمات. فلك الحمد إلهي على ما أعطيت، ولك الحمد مولاي على ما صرفت، لك الحمد على كل حال، وأنت الرحيم الرحمن. وسأواجه أيها الإخوة والأخوات السائل سريعة في هذه الدقائق المعدودات. أول هذه الرسائل بعد هذا الشكر، لكني لا أنسى، ومن باب الإنصاف ينبغي أن أوجه كلمة شكر لأهلي في قريتي الذين دعوا صباح مساء كغيره من الناس. فشكر موصول لأهلي في قريتي، في قرية دروة، من شبابها ورجالها ونسائها، لهم الشكر الموصول من الصغير شكر للكبير وللصغير كذلك، أسأل الله جل وعلا أن يكافئهم خيرا على ذلك. وشكر كذلك للأحبة من الأهل والإخوان والأصدقاء الذين عايشتهم في قطر مدة طويلة من الزمن، فقد أمروني كذلك باتصالات ودعوات، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه. وأقول وشكر كذلك للإخوة هنا في أمريكا، وأخص بالذكر هنا في نيويورك، وأخص بالذكر هنا في أستوري، وأخص بالذكر رواد مسجد دار الدعوة وابن سينا، أسأل الله جل وعلا أن يغمرهم جميعا برحماته وفيوضاته. وشكر موصول كذلك للإخوة الذين تواصلوا معي من كل البلدان، فوالله الذي لا إله غيره غمروني بدعواتهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، أود أن أقول للجميع بأن الابتلاء ليس دليل محبة وليس دليل بغض من الله سبحانه وتعالى، فمن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر ينبغي عليه أن لا يغتر، وأن لا يرد إلى ذهنه دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الناس على حسب دينهم، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أنا أقول ينبغي أن يصبر الأخ وأن تصبر الأخت، لكن لا بد وأتمنى أن لا يجعل الأخ في ذهنه أنه إذا ابتلي لا يجعل ذلك دليل حب ولا دليل قرب، ولا يجعل أن هذا دليل اصطفاء وانتقاء، لأني أنت لا تعلم وأنا لا أعلم هل ما حدث لي كان عقوبة من الله جل وعلا على ذنب اقترفته، أو على معاص أتيتها، أو أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لرفعة الدرجات، أنا لا أعلم وأنت لا تعلم. إذا لابد أن نخلع من أذهاننا وأن نرفع من تصوراتنا، واحد، أن الابتلاء، أن هذا الأمر، أن هذه الإصابة ليس الدليل بغض وليس الدليل كره، لكن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك ابتلاء وأن لا تكون هذه عقوبة، فلا يغتر من ابتلي بما ابتلاه الله جل وعلا به فيقول أنني من أشد الناس ابتلاء، إذن فأنا الأرفع والأجدر والأحسن والأمثل، لا يقول هذا ولا يعتقد هذا، بل يدعو الله جل وعلا أن يكون من هذا الصنف. ولا ينظرن واحد من الناس إلى من ابتلاهم الله جل وعلا بهذا البلاء، لا ينظرن واحد من الناس إلى من ابتلاهم الله جل وعلا بهذا البلاء فيظن أن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، أبدا والله جل وعلا. فما الابتلاء بدليل بغض ولا بدليل كره ولا بدليل حب، وما النجاة من هذا الأمر بدليل حب أو اصطفاء أيضا
ولا بدليل بغض أو بعد عن الله سبحانه وتعالى، لكن أملنا في الله سبحانه وتعالى. أقول ينبغي على كل مبتلى أن يكون أمله في الله جل وعلا، أن يكون هذا نوع من أنواع الابتلاء الذي ينقي الله جل وعلا به العبد، فيغفر له ذنبه ويرفع له قدره إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. النقطة المهمة هنا أيها الإخوة والأخوات، وأختم بها إن شاء الله تعالى على أن يكون لنا لقاء فيما بعد، هي قضية الخوف من أن يبتلي الله جل وعلا أحدنا بهذا البلاء. أولا أنا أعتقد أن قضية البلاء هذه كثير من الناس ابتلوا، وأنا والله الذي لا إله غيره حول كثير من الإخوة من الأحبة الكرام ابتلوا بهذا الأمر ربما لا يعرف به أحد، والبلاء هذا يأتي بالبيت فيأخذه من أوله إلى آخره. يعني أنا عندي في البيت تقريبا جميع الأولاد والزوجة جاء هذا كله في وقت واحد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان الحسنات إن شاء الله تعالى. اتصل بي بالأمس أحد الإخوة قال إن عنده إحدى بناته أصيبت بهذا، وتقريبا كل يعني البيت كله على هذا المنوال، أسأل الله جل وعلا أن يتمم عليهم الشفاء. لكن الأخ طلع نصح شوية فهو عزل نفسه عن أولاده جميعا وقعد وجلس في مكان البيت، أسأل الله جل وعلا أن يتم على الجميع الشفاء. وكثير من هذا عن الإخوة الذي ابتلوا بهذا الأمر. لكن بدأ البعض يسأل هل الخوف من كورونا يعد في حد ذاته نوع من أنواع عدم اليقين في الله سبحانه وتعالى؟ لا يا أيها الإخوة الكرام، أقول بأن أي نوع من أنواع الخوف، الخوف مما يخاف منه، خوف من الحياة، من العقارب، الخوف من الأسود، هذا الخوف بحد ذاته يسمى خوف جبلي. وقد خاف موسى عليه السلام وهو كليم الله جل وعلا، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أنت الأعلى، أنت الأجدر، أنت الأحسن، أنت الأعلى مقاما، أنت الأرفع درجة. ومع هذا خاف، نعم هذا خاف، خاف موسى عليه السلام لأن هذا خوف جبلي. لكن الذي أريد أن أصل إليه أيها الأحبة الكرام هو أن هذا الخوف يتبعه أخذ بالأسباب، البحث عن الدواء، البحث عن الوقاية، ثم البحث عن الدواء، الأخذ بالأسباب واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أما الخوف الذي يقود إلى يأس وإلى قنوط فهذا خوف غير محمود وغير مقبول، وإنما خوف يقربك من الله ويدنيك من الله جل وعلا ويحسن علاقتك بالله سبحانه وتعالى، هذا خوف محمود. ولا بد للإنسان أن يتخذ من سبل الوقاية ما يتخذ، وأن يتخذ من سبل العلاج إذا أصيب ما يتخذ، لكنه لا يصل به الخوف إلى اليأس وإلى القنوط. أما ما خرجت به من هذه الأزمة فألخص في جملة، في جملة واحدة، أفضل ما يكون مع العبد في هذه الأشياء صبر ويقين، صبر ويقين. أفضل ما يتعبد به العبد في هذه الأزمة أيها الإخوة الكرام، وصيتي لكل من ابتلي بهذا الأمر، لا أقول لك أكثر من ذكر الله جل وعلا، لن أقول لك أكثر من الصدقات، داووا مرضاكم ربما يتصدق عنك غيره، لن أقول لك أكثر من قيام الليل، لن أقول لك يعني لا لن أقول لك إلا التزم بهاتين العبادتين في المقام الأول، وما أتى بعد ذلك فهو خير يضم إلى هذا الخير إن شاء الله جل وعلا. عبادة الصبر، عبادة الصبر وعبادة اليقين. الصبر الذي هو نصف الإيمان، الإيمان في حد ذاته صبر وشكر أيها الإخوة الكرام، صبر وشكر. ولذلك يأتي في المقام الأول الصبر، صبر هذا الصبر الذي سيحفظ العبد من اليأس، سيحفظه من القنوط، سيحفظه من الجزع، سيحفظه من السخط. ثم اليقين الذي يملأ قلب العبد، يملأه حبا في الله ورضا بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، ثم يقوده بعد ذلك إلى حسن الظن بالله جل وعلا، إلى الأمل، إلى التفاؤل. يصبر صبر ويقين الاثنين مع بعض، يتكي الإنسان على هذا وعلى هذا، أحسب أنه إن صبر آتاه الله جل وعلا ما يؤتي عباده الصالحين. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى كما في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما يقينه فهو يأتيه بالأمل، يأتيه بالشفاء من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يصرف عنا
أن يصرف عنا البلاء. كنت أتمنى أن أخذ بعض الأسئلة لكن أرجئها إلى يوم آخر واكتفي بها. أدعو في النهاية للجميع، لكل من سأل، لكل من تواصل، لكل من دعا، لكل من يعني كان له في هذه الأزمة نوع من أنواع الفضل، فللجميع فضل وللجميع شكر وللجميع ثناء، لكن الثناء الأعظم إنما أوجهه لله سبحانه وتعالى. وإن أنسى فلا أنسى شكر أهل بيتي كما قلت لكم قبل ذلك من أم وإخوة، وإن أنسى فلا أنسى شكر أولادي دعوا وصبروا، وشكر زوجتي صبرت واحتسبت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويتقبل منا جميعا إن شاء الله عز وجل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.